عرفتوا هاد الدراري ملي خرجوا ما ولاوش نعرفو نراهم. يا ولد ما كاين حتى واحد في الدار، ما نعرفو نراهم. يا ولد واش هذا؟ ما راهش يسمع فيا يا ولد. او بابا صباح الخير. واش بصباح نحوس عليك منو من في الشنابر برت عليهم كاع؟ انت انا في الصالون كونيكتي بابا. ورا اخوك الصغير ما شفتوش ملي خرج الصباح من 8 تاع الصباح؟ ما ولاش والله ما على بالي بابا. دخل كيفيكم حتى واحد اللي يروح يجري؟ روحوا تشيروا لنا شويه. انا ما بعتش يوسف الصباح. ماني نقول لك ملي خرج الصباح ما ولاش، روح تقدي لنا شويه. روح والله وين راح هذا بصح؟ روح حوس عليه في طريق ان شاء الله. بلا دوك نهبط نقدي نعاود نولي ونهبط نحوس عليه في الحومه هكذا بابا. يا روح. يا صاحب بابا. اخوك يوسف برا ما شفتوش؟ ما جاش بابا. ما جاش؟ انا بالي هو اللي دخل البركة. ما شفتوش؟ انا هبط الحومة قديت وعاودت وليت بابا. ماذا هاك القضيان؟ روح حطهم في الكوزينة يا وليدي. وروح حوس على اخوك. اي والله نهبط. راه طول بلي راح صباح ما ولاش. راه نهبط نحوس عليه ونجي برا. قول لي يا رحم بابا خويا يوسف ما شفتوش؟ والله غير الشيخ قلق عليه، قال لي عبد الحوس عليه وين سيبوا بيتري هكذا، وين يريح مع صحابه؟ شوف جات سطاد. ما كانش جات سطاد، رحت حوس ما لقيتش. ما لقيتوش؟ انا سمعت صحابه البارح فهموا يروحوا للبحر. راحوا للبحر؟ مش بحر يروحوا هما؟ يروحوا للأونز هما. صحيت العزيز ها. وراه هدايا. وراك يا يوسف وراك الشيخ تقلق عليك وراك يوسف. أروح. وش هكذا؟ أنا نعم. وشكون قال لك رحت؟ والله أنا نزلت تسخانة. بلاش قالوا لنا هما عوموا. شكون هما؟ قالوا لنا عوموا. دارونا الحجر الصحي. ما على بالكش بلي دوك هذا تقدر تجيب المرض للدار. ما على بالكش بلي بهذا دوك تعدي الشيخ العجوز ماني تعدي خالتي. انا كورونا ما تقيسنيش انا صغير. لا كورونا تقيس صغير والكبير. ها ولا اطلع الدار. شد اطلع الدار. اجري للدار هاني جاي. اوه بابا انا سلامتك يا ولدي. وين رحت من الصباح ما بديتش هكا يا وليدي؟ وين راه؟ يا بابا قلت لك برا مع صحابي انا المايا. كيما ملي خرجت من الصباح ما وليتش حتى العشية يا وليدي. وشنو يا بابا؟ انا وانا مقلق عليك وانا اللي نخمم على عليك على المرضو. يا وليدي علاه دير لي هكا يا وليدي؟ ملي رحت ما وليتش. غالب بابا. ما علي ما جيش تعاود، كي تروح قول لا، قولنا وين راك. يا ما تخليليش تقلق وليدي. صح وليدي صح. أوه بابا واش يا وليدي؟ صافا؟ جا يوسف؟ لا ماه جا، ما عندوش بزاف اللي يدخل. ما نعرف وين كان الولد هذا. كان يلعب بالون في الحومه مع صحابو وسخانه ورمضان لقيتو يلعب. خلعني بابا. ما تجيش تخلي اخوك طلع يطول يا وليدي. خلاص ماشي مشكل ياك. صافا بابا. لا بس انا عييت بابا. روح ريح شويه نتكسر في الصالون كش ما تحقاني ملها. روح. يا ولد واش بابا؟
لا الخير بابا وش بيه؟ علاش بلا يا وليدي؟ علاه وش كاين؟ علي حبيت نروح نفطر للطبيب يا وليدي. راك مريض بابا؟ سد لي راسي. هاك واش منها؟ شيخ مريض ايش نديرو له؟ انت رحت للبحر جبت لنا المرض على سوح البحر اون بلوس انك دبنا عليه دوك ندي شيخ للسبيطار وبالك باك تزيد تروح للبحر وبالك باك تزيد تخرج انا هضرت معك هادي الاولاد ديال الاخرى سي بون وبالك تزيد تلقاك في الجمعيات اللي تحتها في الحومه مع الدراري صغار تلموا لا بالي بلي ركاله.